مساء الخير، اهلا بيكم. حلقه جديده من السادسه، تحياتي ليكم في بدايه الحلقه، واحنا على بعد ساعات قليله جدا من استقبال الشهر الفضيل، شهر رمضان الكريم. كل سنه يا رب وانتم دايما في اتم صحه وفي افضل حال، ودايما يا رب مصر والمصريين بخير. ربنا يتقبل منكم الصيام والقيام وصالح الاعمال. واخد بالك انت من صالح الاعمال دي؟ يعني واحد من الشهور الحقيقه اللي الواحد بيستناها من السنه للسنه، وان كنت اتمنى انه الحاله تدوم. يعني طبعا هو يعني فرصه التقرب من ربنا سبحانه وتعالى، فرصه انك انت تعمل الخير، فرصه انك انت تحاول انك انت تحاسب نفسك وتفكر وتتدبر في امورك وتحاول انك انت تجاهد النفس. دي كلها حاجات مش مقتصره على شهر رمضان. يمكن الحاله الروحانيه اللي بتبقى او بنعدي بيها اللمه، الحاله كلها على بعضها يمكن بتبقى الظروف مهيئه اكتر في رمضان، لكن نتمنى انها تكون طول السنه، وليه لا الحقيقه. على كل الاحوال اهلا بكم في حلقه النهارده من السادسه، وعندنا طبعا كلام كتير عن الكره العالميه زي ما تعودتم يوم الاربعاء، لكن النهارده في جزء اساسي من الحلقه هنتكلم فيه على منتخبات مصر. وانا يمكن تابعنا اليومين اللي فاتوا دول اخبار المنتخبين، سواء المنتخب الاول او المنتخب الاولمبي، عندهم مباراتين في غايه الاهميه. نمره واحد طبعا ظهور اول منتخب اولمبي فيرجن او نسخه روجيرو ميكالي، اول ظهور للمدرب او المدير الفني البرازيلي الجديد بيقود منتخب مصر الاولمبي في مهمه صعبه ولكنها مش مستحيله. واعتقد انه المباراه الاولى مع زامبيا هنا في القاهره تدينا اريحيه ان شاء الله باذن الله، وفرصه ان احنا نعمل سكور يريحنا قبل مباراه العوده ان شاء الله اللي هتتلعب في زامبيا يوم 26. النسخة الأولى بقى بالنسبة للمنتخب الأول هي نسخة روي فيتوريا اللي بيظهر، أو ظهور أول لمنتخب مصر الحقيقة مع روي فيتوريا، اللي كتير من الناس، خبراء، محللين، مسؤولين، جماهير بتعلق على فيتوريا آمال كبيرة جدا، وخصوصا إنه يعني المشوار سواء كان مع، مش عايز أرجع طبعا للماضي، لكن في النهاية كان مديرين فنيين اجانب، كان مديرين فنيين مصريين، بصرف النظر على اسماء كانت التجارب مش مرضيه لطموحات الجماهير. فنتمنى ان شاء الله ان نسخه فيتوريا تقول للمصريين ان المنتخب جاي، وخصوصا ان ظروف المنتخب الاول اصعب من المنتخب الاولمبي. المنتخب الاولمبي عنده مباراه فاصله او مباراه من جولتين هتحدد مشاركته في امم افريقيا اللي بنتمنى طبعا ان احنا نوصل لها، لكن ده مش الهدف الاساسي. ده ليه بتروح امم افريقيا؟ عشان تتاهل لاولمبياد باريس. لكن قصة المنتخب الأول قصة غير، ومباراة ملاوي إن شاء الله يوم الجمعة هتبقى مباراة في منتهى الأهمية. ليه بقول الكلام ده؟ لأنه موقفنا مش في المجموعة مش أحسن حاجة. صحيح هي مجموعة سهلة، مجموعة المفترض يعني الطبيعي أنها في المتناول بحكم الفوارق الكبيرة اللي موجودة بين منتخب مصر بتاريخه وعظمته أمجاده وبطولاته وأسمائه، وبين منتخبات غينيا وملاوي وإثيوبيا مع كامل الاحترام ليهم. لكن على أرض الواقع لا، قصة غير. على أرض الواقع أنت خسرت من إثيوبيا وكسبت غينيا بشق الأنفس فين؟ في القاهرة. عشان كده بقول لك ماتش ملاوي ده مهم جدا، مهم جدا أنك أنت تاخد 3 نقاط، عشان أنت بعد كده عندك مواجهتين خارج الأرض، واحدة هتكون مع ملاوي وواحدة هتكون مع غينيا، وغينيا منتخب تقيل. يعني اللي ناسي ماتشنا مع غينيا هنا، لا الحقيقة فرقة محترمة جدا وتعبتنا جدا 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 على أرضنا وسط جمهورنا في استاد القاهرة، وبالتالي هتبقى موقعها صعبة نوعا ما، بالاضافه طبعا لماتش ملاوي لغايه لما ترجع مره تانية في النهايه. اعتقد في نهايه بقى يعني شهر 6 يمكن او شهر 7 هتستقبل منتخب اثيوبيا هنا في الجوله الاخيره. عشان كده مهمه جدا ال3 نقاط دي، وبعد كده نفكر في الجولتين اللي جايين بعد كده، سواء كنا بنتكلم على مواجهه ملاوي بره الارض اللي هتتلعب ان شاء الله يوم 28، او حتى مواجهه غينيا خارج الارض ايضا، ودي الحقيقه يمكن هتكون اصعب مواجهات المتبقيه لمنتخب مصر في دور المجموعات. بالنسبه لفريق النادي الاهلي، خليني اطمنكم انه بكره ان شاء الله، انتم عارفين طبعا انه اغلب لاعبتنا بحكم الاجنده الدوليه موجوده مع منتخبات مصر الاول والاولمبي، او حتى مع منتخباتها زي معلول وبيرسيتاو واليو ديانج مع تونس ومالي وجنوب افريقيا، وبالتالي كان فتره قرر فيها مستر كولر انه ياخد اجازه، سافر يوم السبت اللي فات، ومن المقرر ان شاء الله باذن الله انه بدايه من بكره ان شاء الله هيرجع مره تانية للقاهره عشان يستأنف تدريباته واستعداداته لمواجهه الهلال السوداني يوم 31 بشكل رسمي ونهائي. هيكون في
50,000 متفرج. مش فاكر امتى اخر مره الحقيقه ده يعني دخل استاد القاهره 50,000 متفرج، بعيدا عن ماتشات منتخب مصر، انا بتكلم على الانديه المصريه. شفنا جماهير مصريه كتير في مناسبات بره الحدود، مدرجات ممتلئه، لكن ما شفناش ده عندنا، ونتمنى ان شاء الله انها تكون رساله للجميع. يعني طبعا مهم جدا المسانده الجماهيريه في مباراه زي مباراه الاهلي والهلال، واعتقد ان الجمهور اللي حاضر هيكون ليه دور كبير جدا، لكن الاهم من ده كمان رساله بتقول انه عوده الجماهير للمدرجات مره ثانيه ما هياش شيء مستحيل. والصوره والشكل اللي هيقدمه جماهير النادي الاهلي في المباراه دي اعتقد انها تكون رساله واضحه للجميع انه جماهير او مدرجات جاهزه لاستقبال الجماهير باعداد كبيره مره ثانيه. نتمنى التوفيق لرجالتنا. نروح لفاصل ونرجع لحضراتكم. لما بشوف الارقام دي بتضايق بصراحه. يعني طبعا يعني سيطره وهيمنه لدول افريقيه على معظم المحترفين في الدوريات الكبرى، يعني شفنا السنغال، كوت ديفوار، نيجيريا، المغرب، الجزائر، كلها عندها لاعبين محترفين، مش لاعب مصري واحد بس بيلعب في دوري زي الدوري الايطالي، ودي علامه استفهام كبيره جدا، على الرغم ان يعني فوائدها وانعكاساتها على الكوره في مصر وعلى الاقتصاد في مصر، فكره في دول كتيرة جدا بتعتمد في شرايين اقتصادها على فكرة تصدير اللاعبين وتصدير المديرين الفنيين وما أكثرها يعني. لكن على كل أحوال خلينا نروح لموضوعنا أو نرجع لموضوعنا الأساسي. قبل ما أدخل في تفاصيل أخبار عايز أقول لكم حاجة، الكلام ده لجماهير النادي الأهلي. أنا عارف أنكم مشغولين، يعني بيهمكم بشكل كبير أنكم تتابعوا كل التفاصيل المرتبطة بفكرة التعاقدات والصفقات، واحنا يعني متفقين ان احنا هنا على شاشه الاهلي لينا سياسه واضحه وصريحه واحنا ما بنتكلمش، على الرغم انه على فكره المعلومات ممكن تبقى عندنا والتفاصيل ممكن تبقى عندنا بشكل كبير، لكن احنا ما بنتكلمش على الصفقه الا لما بتتم بشكل نهائي. المبدا من حيث المبدا يعني عشان نكون متفقين، الاهلي بيحضر لصفقات وعينه على كاس العالم 2025 وعينه على بناء فرقه قادره انها تقدم الكره المصريه والافريقيه بشكل محترم جدا، وبالتالي كل الصفقات اللي هتتم في الفتره اللي جايه ان شاء الله باذن الله هتكون على مستوى طموحات الجماهير. دي نمره واحد. نمره اتنين، فكره انه الناس تتكلم في اسماء مطروحه سواء لاعبين مصريين هنا او لاعبين مصريين محترفين في الخارج او لاعبين حتى اجانب، الكلام ده ما بيخدمش الاهلي باي شكل من الاشكال، بل بالعكس بيبقى بيرفع من نسب خساره الصفقه ان كانت يعني قريبه من التنفيذ، وبالتالي يهمني جدا اتكلم معاكم في ده. خلينا نخلص الموسم، وبعد الموسم بيبقى في كلام كتير جدا في موضوع الصفقات. مع عوده كولر بكره زي ما قلت لكم في بدايه الحلقه من اجازته اللي طار فيها لسويسرا، هيتلقى تقرير عن ملف المصابين في النادي الاهلي من دكتور احمد ابو عبله رئيس الجهاز الطبي. الحمد لله يمكن الفتره الاخيره وقبل ماتش القطن الكاميروني رجع لنا او قلت قائمه المصابين بشكل كبير، رجع السوليه، رجع عبد المنعم، رجع احمد عبد القادر، رجع خالد عبد الفتاح، وبالتالي قائمه المصابين دلوقتي بتضم اثنين طبعا فرصهم صعبه جدا ان هم يرجعوا الموسم ده، نتمنى لهم طبعا السلامه والشفاء. كلام على كريم فؤاد وعلى اكرم توفيق، على الرغم ان هم بداوا الموسم بشكل اكثر من رائع، لكن يعني قدر الله ما شاء فعل إصابة حرمتهم من المشاركة مع الأهلي الموسم ده. يتبقى في القائمة ياسر إبراهيم ومحمود متولي، وفرص لحقهم إن شاء الله مباراة الهلال السوداني كبيرة جدا، وبالتالي إن شاء الله الأهلي في حالة عودة لعبته من المنتخبات اللي بيشاركوا معاها سلام، يبقى إن شاء الله بإذن الله سكواد الأهلي جاهز بشكل كبير. العقبة الوحيدة أو الحاجة الوحيدة اللي ممكن نعملها أو نحطها تحتها يعني كذا خط هي فكرة دي الفترة ما بين عودة اللاعبين الدوليين من المنتخبات للتمرينات والاستعداد لمباراة الهلال اللي هتتلعب إن شاء الله يوم 1 أبريل. أنت هتخلص ماتشاتك هنا 28 أو ماتشاتك في ملاوي 28، ده معناه عودة 29، وبالتالي عندك 48 ساعة فقط تلم فرقتك مرة تانية وتحضر، وإن شاء الله يكونوا كافيين، إن شاء الله بإذن الله يكونوا كافيين. نتمنى بس إنه لعبتنا ترجع من المنتخبات بالسلامة ويكون كله جاهز إن شاء الله لمواجهة فريق الهلال السوداني. طيب النهاردة قلت لكم طبعا مباراة الأولى لمنتخب مصر الأولمبي تحت قيادة روجيرو ميكالي، والحقيقة المنتخب الأولمبي مباشر عشان ما نبقاش بنكسر وبننتقد على الفاضي، لا المنتخب الأولمبي فيه عناصر عندها كرة محترمة جدا، وأنا شفتهم الحقيقة بيلعبوا في التصفيات، لا فرقة تقدر تراهن عليها، ونتمنى انه روجيرو ميكالي يقدر يحط بصمته معاها وينجح في التاهل بدايه لبطوله امم افريقيا اللي هتتلعب في المغرب ان شاء الله، وبعد كده نبقى نتكلم بقى في البطوله عن فرص المنتخب المصري. خليني اقول لكم خبر اخير عن تريزيجيه
للاسف الشديد اصيب في الركبه، وكانت كل التقارير بدايه بعد التشخيص المبدئي يعني قالت انه فتره غيابه هتكون من اسبوعين لثلاث اسابيع، لكن تقارير تركيه اتكلمت على انه فتره غياب تريزيجيه هتطول، وبالتالي من المتوقع انه يغيب لمده شهر ونص لشهرين للتعافي من الاصابه، وبالتالي ان شاء الله يكون موجود او يلحق يعني بالمرحله الاخيره من تصفيات المنتخب المصري، واحد من اهم اوراق المنتخب المصري بنفتقدها قبل مواجهه ملاوي. يوم الاربعاء بيكون في فقره فيها طبعا متابعه المحترفين المصريين الموجودين في الخارج، فقره الجي بي اس، وسؤال النهارده يمكن هنجاوب عليه على مدار الحلقه، هل سيمنع برشلونه في حال تتويجه بلقب الدوري الاسباني لا ليغا، هل يحرم برشلونه او هل يحرم الاتحاد الاوروبي برشلونه من المشاركه في بطوله الشامبيونز ليج الموسم القادم؟ ده سؤال هنجاوب عليه النهارده، وخصوصا بعد التقارير اللي انتشرت على احتماليه حدوث ذلك. خلينا نروح لفقره الجي بي اس ونشوف الجوله مع اللاعبين المصريين المحترفين في الخارج واخر اخبارهم ومشاركاتهم ومستوياتهم مع فرقهم في مختلف الدوريات. البدايه من انجلترا والنجم المصري محمد صلاح اللي هيلعب طبعا على استاد القاهره يوم الجمعه اللي جاي، المباراه هتتلعب بالمناسبه الساعه 9. طبعا تابعنا خساره صلاح وليفربول في الشامبيونز ليج امام ريال مدريد في البرنابيو بعد ما خسروا طبعا بنتيجه 5-2 في الانفيلد، كانت مده مشاركه صلاح 90 دقيقه، ما كانلوش محاولات على المرمى، مراوغات اربعه نجح في اثنين منهم، 35 تمريره بنسبه دقه 86%، كي باسز اثنين، لمس الكره 52 مره وخسرها 14 مره وافساد هجمات للمنافس مره وحيده، وتقييمه في المباراه كان 6.4 درجه. والمباراه المقبله لفريق ليفربول هتكون امام مانشستر سيتي في الدوري الانجليزي، موسم تقدر تقول عليه للنسيان بالنسبه ليفربول ولمحمد صلاح. سام مورسي ابسوتش تاون ليج 1 في انجلترا شارك في فوز فريقه في المباراه الاخيره على شروزباري بنتيجه 2-0، شارك لمده 90 دقيقه، كان ليه 83 تمريره بنسبه دقه 89%، التمريرات الطوليه 9 بنسبه نجاح او نجح في 7 فيهم، لمس الكرة 89 مرة وخسرها 12 مرة، 3 التحامات أرضية نجح في 2 منهم، وتقييمه في المباراة 7 درجات. وإبسوتش تاون بيحتل حاليا المركز الثالث برصيد 75 نقطة، ومباراة الفريق اللي جاية هتكون أمام ديربي كاونتي في الدوري الدرجة الأولى. من إنجلترا هنروح لألمانيا، إسطنبول أو تركيا. تركيا أحمد حسن كوكا المنضم أيضا من ضمن اختيارات روي فيتوريا لمنتخب مصر قبل مباراة ملاوي، وفي مباراة فريقه الأخيرة أحمد حسن كوكا لاعب فريق أرانيا سبور خسر أمام فنرباشا بالدوري بنتيجة 3-1، مدة مشاركته كانت 13 دقيقة فقط لا غير، لمس الكرة أثناء المشاركة دي مرتين وتمريراته 2، ما كانش ليه محاولات على المرمى، وتقييمه في المباراة كان 6.3 درجة. وألانيا سبور بيحتل حاليا المركز ال 11 برصيد 28 نقطة، ومباراته المقبلة هتبقى امام جيرسن سبور في الدوري التركي. فرنسا نونت الفرنسي، مصطفى محمد نجم هجوم منتخب مصر وفريق نونت اللي شارك في مباراه فريقه الاخيره واللي انتهت بالتعادل امام اولمبيك ليوني 1-1 في الدوري، مده المشاركه 67 دقيقه، محاولات على المرمى 2، اهدار الفرص المؤكدة 2، وتمريراته 10 بنسبة دقة 60%. مصطفى لمس الكرة 20 مرة وخسرها 5 مرات، كان ليه 5 التحامات هوائية نجح في 3 منهم، والتحامات أرضية 4 نجح في 3 منهم، ووقع في مصيدة التسلل مرة وحيدة، وتقييمه في المباراة 6.7 درجة. وفريق مصطفى فريق نونت بيحتل حاليا المركز ال 14 برصيد 30 نقطة في الليجا، والمباراة الجاية للفريق هتكون أمام رامس الفرنسي في ليج 1 وفي الدوري الفرنسي. المانيا عمر مرموش فولفسبورغ الالماني في اخر مواسم مرموش مع فولفسبورغ. عمر الحقيقه شارك في مباراه الفريق الاخيره اللي فاز فيها فريقه على شتوتغارت بنتيجه 1-0 في البونز ليجا، كانت مده مشاركته 82 دقيقه، وهو اللي احرز هدف المباراه الوحيد من قص 3 محاولات ليه كانوا على المرمى، مراوغات 8 نجح في 6 منهم، وتمريراته 24 نجح في 54،
او نجح بنسبه 54%، والتحامات ارضيه 14 كسب 8، التحامات هوائيه 5 كسب 3 منهم، وقع في التسلل مرتين، وتقييمه في المباراه 7.7 درجه. وفولسبورغ بيحتل حاليا المركز السابع برصيد 38 نقطه، والمباراه اللي جايه هتبقى امام اوكسبورغ في الدوري الالماني. السعوديه اتحاد جده، حجازي وطارق حامد، والبدايه مع احمد حجازي كابتن المنتخب المصري اللي شارك في فوز فريقه على الفتح بنتيجه 5-1. مدة مشاركه كانت 90 دقيقه، افساد هجمات للمنافس مره واحده، التحامات ارضيه مره واحده نجح فيها بنسبه 100%، وتمريراته 12 تمريره بنسبه دقه 67%، كرات طوليه 5 نجح في 3 منهم، والتقييم 6.77 درجه. واتحاد جدة بيحتل صدارة الدوري السعودي برصيد 50 نقطة، والمباراة المقبلة للاتحاد هتبقى أمام ضمك بالدوري السعودي. وطارق حامد طبعا لاعب الاتحاد ما شاركش في المباراة دي. دي كانت جولتنا مع لاعبينا المحترفين في الخارج، فقرة الجي بي اس انتهت، فاصل ونرجع لكم في السادسة. عشاق الريال يمكن يكونوا قلقانين، وخصوصا بعد تراجع مستوى الريال على مستوى المنافسة في البطولة المحلية أو بطولة الدوري الأسباني، وخسارته المتكررة أمام برشلونة، وأخرها طبعا المباراة اللي خسرها بنتيجة 1-0. هل تؤثر الخسارة دي على فرص الريال في الشامبيونز ليج؟ هل يكون الموسم ده هو الموسم الأخير لكارلو أنشيلوتي؟ وماذا لو رحل مودريتش وتوني كروس وكريم بنزيما؟ كيف سيكون مستقبل ريال؟ معنا واحد من نجوم ريال مدريد السابقين، ميغيل أنخيل طبعا ضفنا ونجمنا النهاردة في السادسة من خلال الفيديو كونفرنس، وبالمناسبة هو كان أيضا مدرب لفريق بلد الوليد وفريق أيضا غرناطة سابقا. خلينا نستقبله ونرحب بيه على شاشة الأهلي، ونشكره طبعا على مشاركته معنا. أهلا وسهلا بيك، شرف لينا وجودك معنا في السادسة. مساء الخير، وأتشرف بتواجدي معكم، وأتمنى أن تسألوني الأسئلة التي تريدونها. الحقيقة بداية أنا عايز أرجع لفترة لعبك في ريال مدريد. يقال أنه في سانتياغو برنابيو غير أي ملعب تاني في العالم، الأجواء داخل غرفة ملابس ريال مدريد تختلف عن أي نادي آخر في العالم. أهم اللحظات اللي مش ممكن تنساها أثناء ارتدائك قميص الريال؟ حسن، بشكل خاص البطولات الليغا التي فزنا بها، وكأسي الملك، والتأهل لنصف نهائي دوري الأبطال، والخروج أمام ليفربول. خسرنا أمام ليفربول في فترة الثمانينيات، إنها ذكريات رائعة لي عندما كنت أبيض. انت فتره يعني في فتره فترات قمت بتدريب الريال، واعتقد في اسماء كبيره خرجت على ايدك لفريق ريال مدريد. نعم، كنت في نهائي باريس في عام 81، والنهائي الذي خسرناه بهدف، النهائي الوحيد الذي خسرناه أمام ليفربول، وبعد ذلك كل النهائيات فزناها أمام ريال مدريد، ولكن لسوء حظنا أننا خسرنا. ولكن ريال مدريد لم يكن يصل لنهائي دوري الأبطال لمدة 24 عاما، وتأهل فيها تلك السنة، أتذكر بكل تأكيد هذه السنة، ونهائي دوري الأبطال 14 أمام ليفربول. طيب، الأخير. عشان وقتي هتجاوز النقطة دي، وخليني أروح لنسخة ريال مدريد تحت قيادة كارلو أنشيلوتي. بداية، إزاي شفت الخسارة المتكررة؟ لم تكن الخسارة الأولى، يمكن الخسارة الثالثة لريال مدريد أمام برشلونة الموسم الحالي، وتتبقى ليهم مواجهة أخيرة في كأس الملك، كأس ملك إسبانيا. شايف تبعات ده إيه؟ وشايف فرص الريال في إنه حاول يلحق ببرشلونة في المنافسة على لقب الليغا الإسبانية؟ نقول في كرة القدم في كل الأوقات من الممكن أن تخسر، ولكن الأهم أن تعود للفوز، ولكن الأصعب من الفوز هو أن تواصل الفوز وتحافظ على الفوز. ريال مدريد يعرف كيف يتخطى هذه اللحظات.
الريال خسر في مناسبات أخرى أمام ريال مدريد أمام برشلونة، ولكنه عرف كيف يتخطى هذه المهمة. ليس هناك مباريات سهلة بكل تأكيد، وبطبيعة الحال عندما تكون هناك الثقة تقل في الفريق فالأمور تكون صعبة، رغم أن الليجا عمليا أصبحت مستحيلة، من الصعب تعويض فرق ال 12 نقطة مع البرشلونة، ولكني أعتقد أن ريال مدريد قادر على العودة في مباراة الكأس وأتمنى أن يفوز. هل تعتقد أن تراجع مستوى ريال مدريد أو نتائج ريال مدريد على مستوى الليجا ينعكس أو يؤثر على فرص الريال في المنافسة على تشامبيونز ليج؟ لا، بكل تأكيد لا. دوري الأبطال بطولة خاصة، هي تمثل أمر خاص للفريق. قلت في مناسبات عديدة وفي تصريحات سابقة، بيكن باور قال في من أجل أن تفوز على ريال مدريد عليك أن تقوم بأشياء عديدة، لأن ريال مدريد متخصص في هذه البطولة. أعلم أن المهمة لن تكون سهلة أمام تشيلسي، ولكن ريال مدريد قادر على الفوز وقادر على الحفاظ على اللقب وحصد اللقب الخامس عشر. طيب هرجع لمنافسة أو المنافسة على لقب الشامبيونز ليج، بس خليني أسألك، لأنه كتير من عشاق الريال بيشوفوا أنه سياسة الإدارة تحديدا فلورنتينو بيريز وأيضا سياسة اللي أعتقد بتتفق طبعا مع سياسة كارلو أنشيلوتي انه في تدعيم فريق الريال لم تكن على المستوى المطلوب، وخصوصا بعد رحيل نجوم كبار عن فريق الريال، بدايه طبعا من كريستيانو رونالدو، سيرجيو راموس، رافا فاران، جاريث بيل، وانه لم يتم تعويض النجوم دول باسماء على نفس المستوى. هل تغيرت سياسه ريال مدريد من وجهه نظرك؟ تغيرت سياسه اداره ريال مدريد من وجهه نظرك؟ في ريال مدريد هناك أمر واضح، هو أن الأموال يجب استثماره في الأسماء الكبيرة. عندما هذه الأسماء تبدأ في الكبر يكبر سنها، فيجب أن يكون هناك خط واضح وسياسة واضحة في التعاقدات. ريال مدريد سياسته واضحة في الاستمرار مع النجوم لفترات عمرية معينة، ولكن يجب بطبيعة الحال أن تستقطب لاعبين على مستوى ريال مدريد. هناك الأسماء الكثيرة من الشباب الذين ننتظر منهم الكثير. الريال تعاقد مع العديد من اللاعبين الشباب الذين سيكون لهم المستقبل. نعم، مودريتش وكروس بدأ يكبر في السن ويقترب من الاعتزال، ولكن ريال مدريد يعمل دائما على البدلاء، على الأسماء البديلة. هو ينظر إلى اللاعبين على أنهم مستقبل ريال مدريد. سياسة ريال مدريد لا تتغير كثيرا من موسم لآخر. هو ليس الفريق الذي يهد الأمور من الأساس، ولكنه ينظر إلى النواقص. أنت تتحدث عن قوام الفريق، هناك العديد من الأسماء المهمة في قوام الفريق، ولكن الجماهير بطبيعة الحال لا ترحم بطبيعة النتائج. يعني في فترة من الفترات، يعني مش بميل للمقارنات بين الأجيال لأن عارف أن كل جيل له ظروف مختلفة، بس في فترة من الفترات وكتير ده كان بيحصل مع أكتر من جيل، كان ريال مدريد بيمثل أو بتمثل عناصره في كل الخطوط خطورة كبيرة جدا على أي منافس، خط الدفاع، خط الوسط، خط الهجوم. النهاردة ما بنشوفش مثلا غير فينيسيوس جونيور وكريم بنزيما، باستثناء ده ما تقدرش تقول انه في حد ممكن يكون مصدر خطورة من ضمن لاعبي ريال مدريد. أعتقد أنك على حق، كل فريق لديه طريقة اللعب التي تخص برشلونة مع ليفاندوفسكي، ريال مدريد مع بنزيما وفينيسيوس، كل فريق له نجومه وأسماءه الكبيرة، وميسي كان في السابق في برشلونة والآن في باريس سان جيرمان. الآن الفرق الكبيرة، هالاند مثلا على سبيل المثال هو الاسم الأبرز في مانشستر سيتي، كل فريق له الاسم الكبير الذي يبرز فيه.
بكل بساطة عليك أن تكون هناك نجمين أو ثلاثة في الفريق. نعم، ريال مدريد في بنزيما الآن وفينيسيوس، وهو يفكر في لاعب بديل في المستقبل. هناك كامافينجا وتشواميني. أعتقد أن ريال مدريد قام بانتدابات تخص المستقبل، ستنضج مع مرور الوقت وستكون القوام الأساسي للفريق. وعلى الرغم من تبادل الأجيال وتغير الأجيال، ولكن ريال مدريد ظل يكسب لقب الليجا بعيد هذا الموسم، ولكننا ما زلنا في المنافسة على لقب كأس الملك ودوري الأبطال. وريال مدريد يقوم ب تدعيم القائمة الوقت الحالي بلاعبين شباب. طيب، مع اقتراب رحيل لوكا مودريتش توني كروس، ويقال انه الموسم ده قد يكون الاخير ايضا لكريم بنزيما مع الريال، في كلام وتقارير كتير رصدت اهتمام ادارة ريال مدريد بالتعاقد مع ثلاث لاعبين: بلينغهام لاعب طبعا بروسيا دورتموند الانجليزي الدولي، وكيليان امبابي نجم فرنسا ونجم بي اس جي، وايضا ايرلينغ هالاند نجم مانشستر سيتي والنرويجي الدولي. واعتقد انه من المستحيل على اداره الريال انها تنجح في انتداب اثنين من الثلاث اسماء دول. مين الافضل ومين اللي بيحتاج ليه ريال مدريد الاكثر من ضمن الثلاث اسماء دول من وجهه نظرك؟ اعتقد ان بيلينغهام ومع تشواميني وكامافينجا سيكون لديه مجموعه من اللاعبين الواعدين في وسط الملعب. واذا كان هناك تفكير دائما في مبابي في خط الامام، فاعتقد انهما سيكون صفقتان مهمتان للغايه. اعتقد ان مع طريقه ريال مدريد، اعتقد ان هالاند هو الافضل بالنسبة لطريقة لعب ريال مدريد وطريقة تفكير الإدارة، ولكن الأمر في النهاية هو اللاعب الذي يستطيع أن يتأقلم على الأجواء في ريال مدريد. هناك رودريجو أيضا، ولكني أعتقد أن ريال مدريد بحاجة لاسم كبير كما ذكرت. طيب، السؤال عن أنشيلوتي، هل ترى أنه إذا ما خرج ريال مدريد من بطولة دوري أبطال أوروبا هل هيكون الموسم ده هو الاخير لكارلو انشيلوتي، وخصوصا انه في كلام اتقال على انه في مفاوضات بين ريال مدريد وبين زين الدين زيدان او جوزيه مورينيو للعوده مره ثانيه لسانتياغو برنابيو، ومن تفضل؟ بالنسبة لريال مدريد هو المدرب الذي الأفضل هو الذي يجلب البطولات. كل مستقبل المدربين يتوقف على النتائج، هذا أمر طبيعي في كرة القدم، ولكن زيدان كان متواجد ويعرف الأجواء في ريال مدريد. ولكن أعتقد أن الأمر سيتوقف على كيف سينتهي الموسم، ما سيتم تحقيقه من بطولات أو البطولات التي سيخرج منها الفريق. إذا فاز الفريق بأي بطولة فمن الممكن أن يستمر. أنت شخصيا تفضل استمرار كارلو أنشيلوتي اللي تم الإعلان أنه يمكن يكون أبرز المرشحين للانتقال لتدريب منتخب السامبا، ولا مع عودة زين الدين زيدان أو عودة جوزيه مورينيو؟ الأمر صعب، الإجابة صعبة. أنا كمشجع مدريدي بطبيعة الحال أعتقد أن الاستمرارية هي الأفضل، ولكن الاستمرارية في الناحية الأخرى لديها حدود. الأمر يتعلق بالنتائج، بما يقدمه المدرب. إذا لم تتحقق النتائج وتتحقق البطولات فأنشيلوتي سيغادر بكل تأكيد، ولكني أميل إلى الاستمرارية على مقعد المدير الفني. هناك مورينيو، هناك زيدان، ولكني أعتقد أن إذا لم يحقق الفريق الأهداف المتبقية فأعتقد أن أنشيلوتي سيغادر، ولكن أنشيلوتي لديه من الذكاء في التعامل مع الفريق في الوقت الحالي. يعني هو سؤال صعب على أي مدريدي، بس لازم أسألك، إذا لم يكن لفريق الريال حظ في التتويج بالشامبيونز ليج، مين الفريق الأفضل أو الأقدر من وجهة نظر ميغيل أنخيل بالتتويج بلقب الشامبيونز ليج في الموسم الحالي؟ المرشح
بالنسبة لي بعد ريال مدريد هو ريال مدريد. لا، ليس هناك أي فريق آخر. إذا لم يحالفنا الحظ، هناك في الفرق الأخرى مانشستر سيتي يمتلك قوة كبيرة، يمتلك قوة كبيرة بكل تأكيد، ولكني في الوقت الحالي لا أفضل الحديث. هناك أيضا نابولي يقدم موسم رائع مع سباليتي، يقدم موسم كبير، ومن الممكن أن يحدث المفاجأة إذا فاز نابولي، إذا كان على نابولي أن يفوز بدوري الأبطال، فعليها أن يقصي ريال مدريد أولا. أنا ما عنديش شك أنه احتمالية وصول نابولي للمباراة النهائية قائمة وبشدة. يمكن الناحية الثانية هو الطرف الثاني في المباراة النهائية هو اللي صعب الحقيقة، لأنه الأربع فرق مؤهلين بقوة، سواء الريال أو تشيلسي، السيتي أو البايرن، كلهم الحقيقة فرق كبيرة جدا، والمشوار هنا ممكن يكون أصعب بكتير من المشوار هناك. لكن في النهاية خليني أسألك، وبيقولوا إن كل فرق أوروبا بتخاف من ريال مدريد ما عدا إنه الريال بس بيخاف من برشلونة، هل بتشوف إن المقولة دي سليمة أو بتتفق معاها يعني؟ الحقيقة أن كما يقول في إسبانيا، أعتقد أن الحقيقة أن النتائج الأخيرة تقول أننا لم نفز على برشلونة، وهذا يجب أن نضعه في الحسبان. أعتقد أن ريال مدريد سيفوز بهذه المباراة المقبلة أمام برشلونة في كأس الملك، ونحن أقرب من أي وقت مضى من الفوز من برشلونة بعد هذه الخسائر، ولكني أعتقد مع ابتعاد لقب الليجا سيكون تركيز ريال مدريد على لقب الكأس، لا سيما مع النتيجة 1-0 في الذهاب قادرون على تعويضها. المباراة لازالت في الملعب، والمباراة ستكون مهمة للغاية، وبالأخص بعد الهزائم الأخيرة من برشلونة. اللاعبون سيكون تركيزهم الكامل في هذه المباراة، لدي ثقة كبيرة في أن ريال مدريد سيمر من هذا الدور وسيتأهل للنهائي، وسيضع أمام عينيه دوري الأبطال. نعم، مباراة تشيلسي لن تكون سهلة على الإطلاق، ولكني أعتقد أن ريال مدريد أفضل في الفترة الحالية من تشيلسي وسيمر من هذه المرحلة، مع الوضع في الاعتبار أن مانشستر سيتي يقدم موسم رائع، وأي من الفريقين المتأهلين من مانشستر سيتي أو بايرن سيكون له الحظ الأكبر. سؤالي الأخير ليك لي علاقة بالأهلي، وبما أنك أنت يعني مدريدي فأكيد تابعت مشوار الريال في بطولة كأس العالم الأخيرة اللي توج بلقبها، وأكيد شفت مواجهته أمام النادي الأهلي. الانطباعات اللي أنت كونتها عن فريق النادي الأهلي، عن الكرة المصرية، مين أبرز اللاعبين أو أكتر اللاعبين اللي لفتوا نظر ميجال أنخال؟ أعتقد أن الأهلي يمتلك قوة كبيرة. أعجبتني بكل تأكيد المباراة التي قدمها أمام ريال مدريد، وفي النهاية فقط ريال مدريد استطاع أن يحسم المباراة بهدفين. أعتقد أن الفريق يمتلك قدرات كبيرة بشكل أخص في الهجوم، والمدرب أيضا الذي يدرب الفريق يقوم بعمل رائع. بطبيعة الحال كان يواجه ريال مدريد، فلم يكن من السهل، وكنت أتمنى بكل تأكيد أن يفوز ريال مدريد، ولكني أعتقد أن الأهلي قدم مباراة كبيرة وصعب الأمور كثيرا على ريال مدريد في هذه المباراة، وبشكل أخص ردة الفعل الهجومية والخطورة الكبيرة التي مثلها لاعبو الأهلي على ريال مدريد. ولم تكن المباراة، الجميع كان يعتقد في البداية أنها سهلة، ولكنها لم تكن سهلة على الإطلاق. كنت سعيد جدا بوجودك معايا النهاردة في السادسة، وبشكرك جدا على وقتك وعلى مشاركتك معانا. شكرا على وجودك معانا على شاشة النادي الأهلي، ميجال أنخال نجم ريال مدريد السابق ومدرب بلد الوليد وغرناطة، بشكرك شكرا جزيلا وكل التوفيق ليك. ده كان لقائنا مع نجم الريال، نجم المارينجي طبعا، ميجال أنخال، واحد من النجوم اللي ما بيتنسوش الحقيقه في الكره الاسبانيه وفي فريق الريال. كلامنا متواصل عن الشامبيونز ليج، عن الاهلي والهلال، عن لقاءات منتخب مصر سواء الاول او الاولمبي في السادسه مع ضيفنا بلال محسن، لكن بعد الفاصل. لازم في المقدمه كده يعني افتكر
حسن الهلالي هو بيقول الاول الثاني الثالث لازم طبعا. وانا بستقبله النهارده استقبال خاص جدا بعد السوبر ما ودعه وبعد الليجا ما ودعه ولسه الشامبيونز يودعه يبقى الثالث وتبقى كده الموسم ده جبرت بالنسبه لريال مدريد. خلوني ارحب بالمدريديستا بقى بلال محسن ضيفنا النهارده في السادسه. مساء الخير يا بلال. انا كده ارضاك يا بلال. انا مستنيك والله مستنيك. انا كده اقوم اروح كده الحلقه خلصت بقى. لا طبعا اهلا بحضرتك واهلا بكل الساده المشاهدين وكل سنه وكل وحضرتك طيب وكل الساده المشاهدين بخير يا رب ان شاء الله. الوش يا بلال احنا بنتكلم يعني واحنا بنختم لسه بقى في كاس عندنا ماتش العوده عارف تعملوا ايه وعندنا التشامبيونز ليج بقى احنا اخترنا الواي الصعب بقى الناحيه الثانيه في اربع فرق صعبين جدا ريال مدريد وتشيلسي الناحيه الثانيه بايرن لا ما هو بارسا خلص في اسبانيا والسيتي جاي خلص في اوروبا. لا ما هو ممكن السيتي ما نلحقش موسم للنسيان لسه الرهان على ريال مدريد دايما لحد الدقيقه حاجه و90 فما حاجه مانشستر سيتي وريال مدريد السنه اللي فاتت يقول اصبر شويه. لسه كان معايا ميجال انخيل كنت بقول له مقوله تيري هنري النهارده بيقول لك فرق اوروبا كلها بتخاف من ريال مدريد وريال مدريد بيخاف من برشلونه. هو هنري يعني ايه تصريح عاطفي شويه لان طبعا تيري هنري كان لعب في صفوف برشلونه ولكن هو بالنتائج للاسف يعني فعلا ريال مدريد الفتره الاخيره حتى الانتقادات الكبيره لانشيلوتي على عكس زين الدين زيدان ان هو ما بيحسنش اداره مباريات الكلاسيكو خالص يعني انا حللت اداء انشيلوتي في الكلاسيكو في الفتره الاخيره ان انشيلوتي اصلا بيبقى داخل الكلاسيكو مش محضر هو عايز يكسب ولا هو عايز يخسر ولا يطلع ولا يتعادل يعني تحس ان هو بيدخل المباراه وبيبدا وبعدين يبدا يتعامل بقى مع حسب سير اللقاء يعني ده اللي بان يعني في اخر كام كلاسيكو. لا الريال كان دايما كعبه عالي على برشلونه حتى في الكامب نو برضه سوء توفيق طبعا في الغاء هدف اسينسيو وطبعا الفرحه الكبيره وبعدها سايد واضح وصريح من اول شوت. لا انا مش مقتنع لا انا ما استنيتش الفار على فكره انا الكره اتلعب اوف سايد واضح هي وصريح. يعني حاجه بسيطه جدا في دراع اسينسيو بس احنا لينا عوده في بس خلينا نتكلم كوره. لا برشلونه فايق قوي الفترة دي الحقيقة وكورتو حتى سيبك من سكور سيبك من نتيجة المباراة. لا البرشلونة لعب جيم كبير جدا هو على جافي كمان لما رجع يعني اعاد الاتزان شوية لوسط ملعب لسه بدري كمان بالظبط ولسه بدري. ديمبلي قوة ضربة طبعا بدري وديمبلي قوة ضربة إضافية لبرشلونة. لا السنة دي برشلونة محليا في الليجا بصراحة يعني أنا في النهاية هشوف إن هو يستاهل لقب الليجا لو قدر يحافظ عليه يعني. اللي مزعلني بقى وخليني أسألك على الخبر ده إنه في تقارير إسبانية تحديدا صحيفة الكونفيديسيال زي ما هم بيقولوها يعني كانت كتبت قالت انت عارف مشكلة نجريرا أو فضيحة نجريرا يعني وكلام إنه الاتحاد الأوروبي بعت للاتحاد الاسباني بيسالوا على تفاصيل الواقعه يعني والتفاصيل الخاصه باتهامات رشاوي الحكام او لجنه الحكام في اسبانيا وانه قد يصدر قرار الاتحاد الاوروبي بتعليق او بوقف مشاركه برشلونه في تشامبيونز ليج في النسخه حتى لو فاز بالليجا الاسبانيه اللي هو طبعا عمليا يعني فاز بيها خلاص بالزبط. بس قد لا يشارك برشلونه في النسخه القادمه من تشامبيونز ليج. يعني هو يمكن زي ما حضرتك قلت كده الساعات الاخيره شهدت تطورات كبيره جدا في موضوع قضيه نجريرا اللي يعني العالم كله منشغل بيها حاليا. انا شفت النهارده حكم محكمه بس انا ما اعرفش هل اختصاص درجه اختصاص المحكمه ايه قالت ان القضيه دي غير متعلقه برشاوي الحكام تمام. دي محكمه داخليه في اسبانيا ولكن القرار في النهايه اللي هيصدر يعني هنقول بقى ايه القضاء هيقول كلمته في النهايه وهناك احكام القضاء لما بتصدر زي شفنا اليوفنتوس نزل درجه ثانيه وشفنا السيزون ده اليوفنتوس اتخصم منه 15 بونت في الدوري الايطالي كلها بتبقى وقائع واسانيد قويه جدا ما بيقدرش الانديه وقتها تعترض على حاجه ولكن صحيح. انا شايف ان يعني ده المسار الطبيعي بصرف النظر عن انتماءاتنا ولكن لو حد اخطا لازم ياخد جزائه. طيب اللي ما يعرفش قضيه نجريرا دي اتهامات وجهت لاداره برشلونه بانها وجهت رشاوى لنائب رئيس لجنة الحكام في أسبانيا اللي بيمتلك إحدى الشركات الخاصة وإن إدارة برشلونة دفعت ما يوازي تقريبا أو ما يقترب من حوالي 1.5 مليون يورو للشركة دي وبالتالي كان في اتهامات ليها بأنها رشاوى يعني غير مقنعة بتأثر على لجنة الحكام وبالتالي طبعا ما زالت القضية قيد البحث والدراسة ولم يصدر يمكن فيها قرار نهائي حتى اللحظة. طيب
اروح معاك للحلقه الاخيره لمقابلتنا الاخيره، اتقابلنا قبل القطن، قبل ماتش القطن، قبل القطن الاربع الماضي كان قبل مباراه القطن بيوم، يعني كنا خلاص في الساعات الاخيره بقى قبل المواجهه. الحمد لله رب العالمين الكلام اللي احنا قلناه هنا الحمد لله تحقق على ارض الملعب. شفنا لعب جماعي، واحد من افضل العروض اللي النادي الاهلي قدمها الموسم ده على مستوى اللعب الجماعي. يعني يمكن احنا اتكلمنا في الحلقه اللي فاتت وقلنا احنا مش عايزين خلاص نراهن على الاسماء على الفرديات، لا احنا شفنا بقى على ارض الملعب النادي الاهلي بيعمل عرض كبير جدا. بشوفنا التألق والتطور الرهيب في مستوى بيرسي تاو اللي كمل على مستواه في المباراة الماضية أمام صن داونز رغم الخسارة، كان بيرسي تاو عمل واحد من أفضل العروض ليه منذ انضمامه للنادي الأهلي، بيكمل على الأداء دوت وبيحرز هدف وبيصنع هدفين. ثم بقى نيجي الكهرباء طبعا المتألق وصاحب الهاتريك، وبالمناسبة ده تاني هاتريك للاعب في النادي الأهلي خارج الأرض بعد هاتريك كابتن حسام حسن. كهرباء بيحرز الهاتريك الثاني خارج في خلال يعني المشوار الإفريقي. وطبعا جات له المكافأة طبعا الفورية بانضمامه لمنتخب مصر. هو يستاهل. كهرباء شارك منذ عودته في 10 مباريات كان ليه 10 مساهمات 7 أهداف وصنع وبيرسي تاو وكهرباء الاثنين في التشكيلة المثالية للجولة الخامسة. بالظبط يستاهلوا في دور المجموعات. يستاهلوا عمله. وكهرباء مرشح يبقى أفضل لاعب في الجولة الخامسة إن شاء الله هياخدها. وكان متقدم في التصويت على تويتر وهو يستاهل. كهرباء الفترة الأخيرة مركز جدا جدا جدا. يعني يمكن اللي يعرف كهرباء قريب منه لا كهرباء مركز جدا في يمكن دي التشكيله المثاليه طبعا المثاليه. ويليامز الخامس ويليامز حارس صن داونز طبعا بياتي في رغم انه خطا فادح يعني هو في بدا المباراه على فكره بدا المباراه كويس قوي يعني تصدى الانفرادين وفنشها كويس جدا وفنشها طبعا بركله الجزاء ولكن اخطا في موضوع البيلد اب وبدايه الهجمه. طبعا في موجود عندنا من النادي الاهلي بيرسي تاو ومحمود عبد المنعم كهربا الاثنين يستاهلوا. بيرسي تاو كجناح يمين او وسط في المركز اللي هو بيتألق فيه حاليا ومحمود كهربا في مركز المهاجم. يعني ويمكن يعني عايزين نقول ان منظومه النادي الاهلي تعاملت مع مباراه صن داونز اللي هو انا بسميها مطب صناعي، يعني مطب حصل لنا في نص الطريق كده كان هيعطلنا، ولكن المنظومه كلها بدايه من اداره النادي اللي ما اصدرتش مثلا قرارات عنتريه او انساقت للكلام اللي حصل بعد الهزيمه، لا تحلوا بالحكمه. الجهاز الفني كان رده الفعل بتاعته مناسبه جدا، كمان اللعيبه قدرت تسترجع ثقه الجمهور. فمنظومه النادي الاهلي زي ما بيقولوا كده الاشقاء المغاربه يقول لك النادي وكل مكوناته، فالنادي الاهلي بكل مكوناته تعامل مع مباراه صن داونز بمنتهى الحكمه وبمنتهى الاحترافيه. قال لك يعني كنت بساله من ضمن الحوار، هو كان معانا مباشرة، انت حضرت جزء من الحوار اكيد. كنت بساله هل تتوقع انه الهزات اللي تعرض ليها ريال مدريد والخساره من برشلونه الاخيره تاثر على فرصه في الشامبيونز ليج، وخصوصا ان عنده مواجهتين صعبين او ثلاث مواجهات صعبين بيفصلوه عن اللقب. حتى لو فاز على تشيلسي هيقابل واحد من اثنين، بايرن او سيتي، وده لقاء تقيل جدا. وحتى لو عدى من الاثنين دول هيقابل فرقه الناحيه الثانيه غالبا هتبقى نابولي غالبا، يعني توقعاتي تبقى نابولي، فرقه محترمه جدا. فكنت بساله قال لك ميزه ريال مدريد انه بيعرف يقوم من الكبوات بسرعه. بالزبط. ودي سمه لازم تبقى موجوده في النادي الكبير. اي نادي البطل. كبير برشلونه اتغلب 8، اليونايتد خسر 7، ليفربول خسر 5، يعني الفرق الكبيره قادره تقوم بسرعه جدا. بالزبط. من الهزات او المطبات الكبيره دي. وده اللي حصل، وده اللي عمله الاهلي. بالظبط. علشان كده احنا بنشيد بكل مكونات النادي. التعامل مع مباراه صن داونز كان تعامل حكيم جدا من على مستوى كل الاطراف، حتى على مستوى الجمهور. الجمهور ما رماش الفوطه. عجبني قوي 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 على عكس اللي انا كنت متوقعه. انا اسف انا كنت متوقع عكس كده، بس عجبني قوي رد فعل جماهير النادي الاهلي بعد الاغلبيه. طبعا بالزبط. في ناس كانت غضبانه ومعاها كل حق، وانا قلت بالزبط. الكلام ده في الحلقه، حقك تغضب وحقك تنتقد وحقك تعمل اللي انت عايزه لانه مش ده الاهلي، لكن الاغلبيه الكاسحه كانت في ظهر الفرقه وقالت لك ماتش وخسرناه وهنقوم احسن من الاول، والاهم انه يرجع الاهلي مره ثانيه يعني زعيم افريقي. وهو ده اللي حصل بقى. عشان كده بقول لحضرتك هي كانت مباراه، يعني كانت حاجه مرحله فارقه في الموسم، في مشوار الاهلي الموسم دوت. فالنادي بكل مكوناته زي ما حضرتك قلت، اداره، جهاز، لاعبين، جمهور، كانوا على قلب رجل واحد، وقفوا وعدوا الازمه، والحمد لله رب العالمين. لان احنا نستحق، ربنا سبحانه وتعالى رجع لنا الفرصه في ايدينا تاني زي ما احنا قلنا برضو يعني ربنا بيجعل السبب. احنا اجتهدنا في مباراه القطن، يمكن الاهلي قابل القطن وصن داونز والهلال قابلوا القطن في الكاميرون، النادي الاهلي صاحب افضل
عرض فني في ملعب جرو. النادي الاهلي فاز 4-0، يمكن صن داونز فاز 3-1، والهلال فاز 2-1. النادي الاهلي عشان برضو الكلام المغلوط اللي بيتقال ان الهلال ان صن داونز عطل الهلال. طب ما هو صن داونز لما تعادل مع النادي الاهلي في القاهره كان عطل الاهلي لمصلحه مين؟ لمصلحه الهلال. فيا جماعه الحسابات ما بتبقاش كده، لا انا بلعب انا يعني ان شاء الله ربنا ما هيكرمنا بالصعود هنا في القاهره، هيبقى هيكرمنا بالصعود علشان احنا هنفوز على الهلال ان شاء الله باذن الله في المباراه القويه جدا. واحنا عايزين ناكد مره واثنين وثلاثه ان الهلال السوداني فريق محترم جدا، عنده مدير فني وعنده لاعبين اكفاء. الفوز والصعود ان شاء الله هياتوا للنادي الاهلي من خلال احترام الخصم، الاعداد الجيد للمباراه والتحضير الذهني قبل الفني، التحضير الذهني الجيد. مش هننساق في سيناريوهات المباريات اللي احنا انشغلنا فيها بالصراعات خارج الملعب وعلى السوشيال ميديا خلاص اتعلمنا احنا يعني اعتقد ان الجمهور كمان اتعلم الدرس، لان كل مباراه استنزفونا فيها لصراع خارج الملعب احنا ما كناش بنبقى فيها الطرف الافضل. ولكن انا اعتقد ان الجهاز خاصه الفتره كمان الاخيره واصرار مارسيل كولر على عدم المشاركه في كاس الرابطه من اجل الاعداد الجيد لمباراه الهلال، لانه طبعا خاف يشارك بالصف الثاني فيحصل اصابه او حاجه من العناصر الاساسيه، اللي وارد جدا ان حد منهم يشارك في او يحتاجوا كولر في المباراه، لان انت عندك 10 لاعبين او 11 لاعب في منتخباتهم وارد لا قدر الله. عندك 4 و4 و3 11 لعيب. بالظبط يعني 11 4 في منتخب مصر الاول، 4 في منتخب مصر الاولمبي، و3 محترفين اجانب. مالي وتونس. بالظبط. فيعني احنا وارد جدا انك تحتاج حد من المجموعه اللي كانت البعض بيطالب ان هي تشارك في كاس الرابطه. اكيد هتحتاج حد منهم. بالظبط. فالنادي الاهلي واضح جدا ان هو يعني بيجهز نفسه كويس قوي على المستوى الفني والذهني للقاء ده اللي ان شاء الله هيكون واحد من ليالي بقى رمضان الجميله. واحنا عندنا طبعا جمهور النادي الاهلي، والنادي الاهلي يعني ذكرياتنا في رمضان مختلفه طبعا، يعني اشهرها عايزين نقول جون كابتن سيد عبد الحفيظ في الترجي في تونس، كان الجمهور كله في الشارع وقتها 17/11/2001. لا كده ما شاء الله. لا الجون ده ما تسهلوش. وكانت سهره رمضانيه جميله، وكان الجمهور كله حتى اتسحر في بعد المباراه على طول في الشارع، كان سهره رمضانيه جميله. ان شاء الله النادي الاهلي يوم 1 ابريل ان شاء الله يكرر ليالي رمضان الجميله امام الهلال، وان شاء الله نتمكن من الصعود بقى. واحنا طالما صعدنا تاني في المجموعه فطريقنا ان شاء الله لللقب يعني باذن الله، يعني ممهد باذن الله خطوه الله خطوه بإذن الله. ونحقق البطوله ان شاء الله اللي كلنا امل اننا ان شاء الله. طب كوره، اهم ايجابيات ماتش القطن الكاميروني اللي تتمنى انه الاهلي ياكد عليها في مرحله تحضيره ومواجهته لماتش الهلال. اهم ايه اللي اختلف في كره الاهلي؟ يعني احنا شفنا الموسم ده ماتشات فوق خالص وشفنا ماتشات تحت خالص، تمام، وجينا بعد سان داونز كانت الاستفاقه زي ما بيقولوا كده، لانه ما كانش قدامك حل تاني. بالظبط. يعني كنت مطالب بتحقيق فوز كويس جدا، ان هم كانوا 4، ما كانش حد عارف ان الاربعه دول هينفعونا جدا في مواجهه الهلال، هيفرقوا معانا جدا في الماتش بتاع الهلال. ايه اللي حاجات الايجابيه اللي حصلت في ماتش القطن تخليك تراهن على تكرارها او على انه شكل الاهلي قدام الهلال يبقى بنفس الجوده ونفس الكواليتي؟ ابرز النقاط الايجابيه طبعا اللي النادي الاهلي كان مختلف فيها عن المباريات السابقه طبعا، وهي جماعيه اللعب. ده اللي احنا اتكلمنا عنه هنا في الحلقه الماضيه، وقلنا ان النادي الاهلي لازم يمتلك منظومه لعب جماعي هي الوحيده القادره على فك تكتلات اي فريق، على ان انت بتوصل تقدر توصلك للمرمى الفريق المنافس دايما وباستمرار. وده اللي حصل في مباراه القطن الكاميروني. النادي الاهلي فاز باربع اهداف، وكان في كره لحسين الشحات انقذها المدافع من على خط المرمى، اكتر من كره النادي الاهلي حاول بعد الرباعيه ان هو كمان كان يزيد الغله. فالنادي الاهلي اهم ايجابيات مباراه القطن: 1 جماعيه اللعب، 2 الشهيه المفتوحه للتهديف، الوصول المتكرر لمرمى المنافس والمحاولات المستمره، 3 او 4 اللامركزيه اللي كانت موجوده. احنا شفنا مروان عطيه طبعا، احنا هنا طالبنا وقلنا ان شاء الله يكون مروان في التشكيل الاساسي، وايضا جات المكافاه فوريه زي ما جات لكهربا جت لمروان في الانضمام لمنتخب مصر. وانا اعتقد ان هو يكون واحد من اهم العناصر اللي يعتمد عليها فيتوريا في المرحله اللي جايه، لان هو يستاهل. لعيب رقم 6 بس لعيب كوره، لعيب عنده رؤيه. يعني احنا بنشوف مروان بيرفع عينه، وده اللي احنا اتكلمنا عنه، قلنا عايزين ان اللاعب اللي على الدايره الكره بتاعت قفشه اللي عملها له، واللي قفشه عمل اسيست بالظبط. وقفشه عملها بقى لعيبها بالاحساس. انا بحب اللعيب اللي عينه مرفوع. يعني في لعيبه كتير يقول لك ايه،
مش شايف غير تحت رجله، يعني بالزبط. مش شايف غير المربع اللي حوالين منه، في لعيبه تانية كشف الملعب. ومش بس قصه انك تبقى عندك الفيجن او عندك القدره انك تشوف تحركات لعيبتك او تحط الكوره في الحته الفاضيه، لكن كمان الدقه في التنفيذ، دي مش اي لعيب عنده، خصوصا في الباسات الطوليه على الارض او في الهواء، بتبقى برضو مميز فيها جدا. طبعا. لا احنا كمان مروان من يعني رغم قله مشاركاته، لانه هو لسه حديث العهد بالانضمام للفريق، انضم للفريق في يناير، ولكن الكره اللي عملها لقفشه في مباراه القطن، عملها لمحمد هاني في مباراه المقاولين، عملها في لحسين الشحات في مباراه اسوان، نفس الكره بنفس الرؤيه وحسن التمرير، طبعا بيعمل الكره مميز قوي مروان. غير كده كمان تمريراته المميزه، مروان قاطع جيد جدا للكرات، بيجيد جدا قطع الكره، وفي فرق بين انك تقطع بس وتقطع وتسلم، لا مروان عنده الحته دي، بيقطع ويسلم، بيقطع ويعمل الباص في نفس اللعبه، فده بيوفر عليك وبيعمل معاك، هو ده بقى اللي فرق. في حتى تلاقي النادي الاهلي معدل امتلاكه للكوره في مباراه القطن الكاميروني ومعدل الهجمات اللي على مرمى الفريق المنافس اكبر من اي مباراه قبل كده. ليه؟ لان مروان كان مسهل عليك قوي الحته دي، انسيابيه الاداء اللي كان عاملها. صحيح. كمان الانسيابيه في الاداء اللي كان عاملها مروان، كمان مع عوده عمرو السوليه اللي انا لازم اديله حقه. لو نفتكر قبل مباراه سان داونز احنا اتكلمنا، وانا قلت ان انا بتمنى ان لو السوليه قادر، لان الحته اللي دايما في ظهر علي معلول السوليه يعني بيبقى عامل مأمن الحته دي جدا، وشفنا علي معلول يمكن ما حصلش الخطوره كلها كانت عن طريق واسو لاعب القطن الكاميروني، لم يظهر على الاطلاق في المباراه دي، لان علي معلول الحته دي كانت مقفوله تماما في وجود عمرو السوليه. فالاثنين دول اضافوا لوسط ملعب النادي الاهلي، لان الاثنين عندهم كوره. طبعا مع جماعيه الاداء اللي كان كولر مدي التعليمات انه يكون في جماعيه وفي عدم او لا مركزيه في التحركات، هو ده اللي اتمنى ان النادي الاهلي يستمر عليه وتبقى عندنا منظومه لعب نبني عليها الفتره الجايه. خد بالك ماتش ده كانه بالظبط ماتش دور اقصائي، يعني دور اقصائي نوك اوت، لانه اللي نتيجه المباراه هتخدمه هيكمل في البطوله، واللي مش هتخدمه هيودع البطوله، وبالتالي الهلال جاي عنده فرصتين، هو بياني حساباته انه اما التعادل او المكسب باي نتيجه، المهم انه ما يخسرش، والاهلي ما عندوش غير حل وحيد ان هو يحقق مكسب. المكسب ده يكون 1-0 في حاله عدم قدره الهلال على التسجيل، او فارق هدفين في حاله انه لا قدر الله الهلال سجل هدف هنا في استاد القاهره. ده يفرض سيناريو مختلف، يفرض شكل مختلف لطريقه تفكيرنا كاهلي في اللقاء، وكطريقه تفكير الهلال. هل تتوقع انه يكون جيم مفتوح؟ هل تطالب الاهلي بالضغط من البدايه وانه يحط الهلال في نص ملعبه، ولا يبقى جيم ليه حساباته ويتقسم كل ربع او كل ثلث ساعه بسيناريو مختلف؟ هو مبدئيا احنا عايزين طبعا يعني قبل ما نتكلم في الفنيات، عايزين نشيد جدا 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 بطلب وتحرك اداره النادي الاهلي لطلب السعه الكامله لاستاد القاهره والحضور الجماهيري الكبير. انا نازل المباراه كسبان بافضليه كبيره جدا، احنا اتكلمنا يوم مباراه سان داونز وحضرتك سالتني وقلت لي هل امتلاء الملعب هيدي افضليه لسان داونز؟ كانت الاجابه نعم. الوداد المغربي في النهائي لما واجهنا الوداد في نهائي البطوله الماضيه كان في تفوق كبير جدا، اهم اسباب التفوق على فكره مش فنيا، معظم عناصر الوداد موجوده حاليا والوداد مش احسن حاجه، ولكن شكل الجمهور والدخل الفريق طبعا. المنافس يمكن اتكلم عنها عماد متعب النهارده طبعا في احد اللقاءات، وقال ان استاد القاهره كان طول عمره بيمثل رعب كبير جدا لاي منافس جاي يواجه النادي الاهلي في ملعب القاهره، فدي نفسيا ان شاء الله تدينا تفوق كبير جدا باذن الله. في اللعيبه وهي داخله حتى تسخن ويشوف الملعب مليان على اخره، الجمهور لعيبه النادي الاهلي هتستمد قوه كبيره جدا منها. بلال دي حاجه ملهاش علاقه بالاهلي او بغير الاهلي، اي لعيب كوره، اي لعيب كوره بيلعب قدام جمهور بيطلع افضل ما عنده، اي لعيب كوره بيلعب بمدرجات فاضيه بالنسبه له حتى لو ماتش رسمي وماتش مهم بيبقى بالنسبه له زيها زي التمرينه، يعني فاهم استنفار الطاقه وانك انت تطلع اقصى ما عندك، ده دور الجمهور طول عمره في المدرجات. بالظبط. وياما بالذات بقى لو كان مع الاهلي، ياما مناسبات كتيره جدا جمهور الاهلي لما قلنا ان هو اللاعب رقم واحد وانه الجمهور اللي بيصنع الفارق، انا ممكن اعدلك من هنا لاخر الحلقه كتير. مواقف كتيره جدا كان الجمهور هو اللي بيقلب وبيغير سيناريوهات الماتشات. بالظبط، علشان كده انا بقول لحضرتك ان دي هتبقى نقطه كبيره جدا في صالحنا، ما حصلتش من سنوات كبيره، 50,000 كمان مرشحين للزياده ل 60,000 كمان، فده ما حصلتش من سنين كبيره. فده نقطه تفوق. نيجي للعوامل الفنية على أرض اللقاء، أنا أعتقد أن إبنجي ده المدير الفني للهلال السوداني هو مدير فني عنده خبرات في الكرة الأفريقية. بالظبط. وأنا أعتقد أنه هو مش هينزل يدافع، لأنه هو عارف أنه لو تلقى هدف مبكر هو الموضوع بالنسبة له هيختلف، لأن طبعا استغلال العامل الجماهيري واستغلال حماس النادي الأهلي ورغبة النادي الأهلي في التهديف والشهية المفتوحة اللي احنا اتكلمنا عنها ممكن يخسر اللقاء بهدفين وبثلاث أهداف. فأنا أعتقد أن إبنجي هيفاجئ النادي الأهلي أنه هيلعب
جيم متوازن في البدايه زي ما بالمناسبه واجه سان داونز. يعني احنا لو رجعنا للقاء الهلال والسوداني وسان داونز في جنوب افريقيا بالمناسبه، سان داونز كان الهلال السوداني كان عامل واحد من افضل العروض. سان داونز شكل الهلال شكل خطوره كبيره جدا على سان داونز في جنوب افريقيا. واي فريق عنده كوره هيشكل خطوره على سان داونز على فكره. بالظبط هو فريق محترم سان داونز وعنده كوره وعنده لعيبه على اعلى مستوى، بس هو دفاعيا تقريبا ما جاش. شفنا الهلال بيوصل ثلاث مرات، احنا هنا في القاهره احنا واحنا هناك في جنوب افريقيا سيبك من النتيجه بالظبط، بس حتى احنا كان لنا كورتين في العارضه وكان لنا كور كتير جدا ممكن تغير سيناريو الماتش يعني بالظبط. ولولا سذاجه الاخطاء، خد بالك برضو في امور نفسيه بتحصل في اثناء سير المباراه ملهاش علاقه بقدراتك كفريق كوره. يعني لما يحصل خطا ساذج جدا زي ماتش الريال مثلا، لعبت جيم كبير جدا وطول ما النتيجه 2-1 انت كنت ند بند، لما حصل خطا جه الثالث وجه الرابع خلاص بتبقى داون الفريق بيهمل بقى. بالظبط كده، فهو السيناريو بس اللي خدم مش اكتر، لكن هو دفاعيا فريق سهل جدا انك انت تخترق وتلعب على اخطائه الدفاعيه الكارثيه. بالظبط. لا لا هو عنده، احنا اتكلمنا وشرحنا الثغرات الكبيره اللي موجوده في فريق سان داونز، ويعني المباراه للنسيان وارد جدا على فكره نواجه سان داونز في ان شاء الله بعد ما نتمكن من الصعود. ولكن الهلال السوداني وزي ما قلنا ايبنجي هيدخل اللقاء بتوازن كبير. يعني هيبقى عنده توازن، عنده الرباعي الامامي بقى بالمناسبه مميز جدا، يعني عنده محمد عبد الله، عنده مكابي، عنده غربال، وعنده طبعا لوليبو الكونغولي اللي هو بالمناسبه جابه. مكابي لوليبو هو مكابي لوليبو ومحمد عبد الرحمن وغربال، وعندهم كمان طبعا اطهر الطاهر اللي اهدر ركله الجزاء، ده كان معار في سموحه. عندهم الرباعي الامامي خاصه محمد عبد الله لعيب عنده كوره، كورته مميزه جدا، وانا استغربت يمكن ان هو مش هو اللي يعني راح لركله الجزاء لما اتحسبت، وانا تفائلت اول ما اطهر الطاهر طبعا تصدى لتسديد ركله الجزاء، لان صعب جدا تجيب باك رايت يشوط ركله جزاء خاصه بالتكوين الجسماني الاطهر. جبنا محمد هاني شاط ضربه جزاء بالظبط. هو ويليامز تخصص باك رايت بقى بيصد من هاني بيأتراكت الباكات رايت صد من هاني وصد من اطهر فهو بيعتمد القوه الضربه كلها في الهلال السوداني على الكونغولي لوليبو. لوليبو هو محطه بيطلع عليها فريق الهلال، بيقدر يسحب الفرقه بالمناسبه كويس جدا للمناطق الاماميه، يعني ممكن الفريق يلعب الكره بيقف على الكره كويس قوي، بيفوز بمعظم الالتحامات الهوائيه. هو على الارض مش مميز قوي، يعني احنا شفناه راح بكذا كره على مرمى سان داونز مش مميز على الارض عكس الكرات الراسيه والضربات الثابته، يمكن كان احرز هدف في مرمى النادي الاهلي واحرز هدف مماثل في مرمى القطن الكاميروني من نفس اللعبه. تتخوف هاخدك لاخر نقطه في ماتش الاهلي والهلال عشان عايز اروح معاك لمنتخبات مصر واولمبي واول، وطبعا نعدي على تشامبيونز ليج، بس اخر نقطه في ماتش الاهلي والهلال، تتخوف من فكره الفاصل الزمني ما بين استعاده الاهلي اللي لعبته مره ثانيه الدوليه وماتش الهلال؟ يعني احنا مفترض لعيبه الاهلي هترجع يوم 29، هيبقى عندك 30 31، هل ده فتره كافيه انك انت تجمع اللعيبه اللي هتبقى جايه طبعا من مباراتين او مواجهتين دوليتين، الاولمبي بيلعب مع زامبيا والاول بيلعب مع ملاوي رايح جاي، فتره كافيه بالنسبه لك ولا ممكن تبقى شويه مقلقه او مش عايز اقول مشكله بس مقلقه؟ يعني هو دايما التوقف الدولي بيبقى سلاح ذو حدين، التوقف الدولي بيبقى دايما مضر جدا للفرق اللي كانت مفنشه قبل التوقف بصوره كويسه جدا، ويجي التوقف يعمل الفاصل اللي حضرتك بتقول عليه، وبتبقى مفيده للفرق اللي كانت عندها مشاكل وبتستغل فتره التوقف لاعاده الحسابات مره اخرى. فالنادي الاهلي في الحاله دي لا، يعني احنا ممكن يبقى عندنا تخوف في محله شويه، لان كمان السفر ورحلات السفر احنا عندنا بيرسي تاو النادي بيحاول يحجز له من دلوقتي، لان في كلام ان مفيش طيران من تقريبا الدوله اللي هو مسافر يلعب مع منتخب جنوب افريقيا، مفيش طيران مباشر للقاهره. فيعني في مشاكل، انت عارف مشاكل السفر والطيران داخل افريقيا يعني تبقى صعبه شويه، فهيبقى في ارهاق. كمان منتخب مصر هيشارك في مباراه العوده امام ملاوي، اللعيبه هيأدوا المباراه وهم صايمين الساعه 3، فكل دي حاجات هتعمل او عوامل ممكن تؤثر بدنيا على اللاعبين المنضمين لمنتخباتهم. نتمنى بقى في اليوم، طبعا هي فتره مش كافيه خالص ان انت هترجع تعمل يوم ريكفري واليوم الثاني تراي ماتش والثالث يوم هتبقى المباراه، ولكن انا اعتقد ان الحاله اللي كان عليها اللعيبه وان هم قطعوا على نفسهم عهد كبير جدا قبل التوقف ان هم ان شاء الله هيسعدوا وهيفرحوا الجماهير بالصعود، انا اراهن على الحاله ديت ان النادي الاهلي ولاعيبه النادي الاهلي لما بيتحطوا تحت المسؤوليه بيبقوا قدها وبيعدوا وبيتجاوزوا المباريات الصعبه ان شاء الله. زي ما قلنا في قبل ماتش القطن هنتقابل تاني، وان شاء الله نهني الاهلي على التأهل ان شاء الله بعد ماتش الهلال
نتقابل تاني ونشوف الاهلي باذن الله يواجه مين في دور الثمانيه. طيب خلينا نروح لمنتخبات مصر، ظهور اول لنسخه روي فيتوريا منتخب اول، وظهور اول ايضا لروجيرو ميكالي منتخب اولمبي. ايه المنتظر من المنتخبين في الفتره دي؟ يعني يمكن فيتوريا طبعا هو احنا اتفرجنا على منتخب مصر معاه، شفنا منه ايجابيات كبيره جدا بالمناسبه، يعني يمكن ابرزها طبعا مباراه بلجيكا اللي قدر يتكلم على مباراه رسميه. طبعا انا بتكلم ان احنا يعني في قبل المباراه الرسميه كان عنده مقدمات للاداء. هو قدر طبعا يعبر بشكل كويس ان هو من المديرين الفنيين اللي هم بيحبوا يلعبوا كوره شويه، يعني يمكن هو راح جاب محمود حماده مثلا لاعب فاركو. اختياراته عموما يعني سيبك من الاسماء، مش عايز اقف مع الاسماء، اختياراته كمجمل شايفها ازاي؟ شايف انا شايف ان هي يعني معظم الاختيارات انا شايف ان معظم الاختيارات منطقيه جدا، يعني يمكن هو عنده واضح ان هو عنده يعني لاعبين او قيم ثابته في المنتخب. طبعا محمد الشناوي، محمد عبد المنعم، عنده فتوح بيحبه جدا وبيراهن عليه، عنده كمان زي ما قلنا اتكلمنا عن محمود حماده هو مقتنع بيه جدا، عمر مرموش، يمكن اضاف للقائمه المره دي احمد عبد القادر، واضاف للقائمه مصطفى فتحي ومحمود كهربا ومروان عطيه، كل الاسماء اللي هو شايف ان هي ممكن تعمل الفرق معاه. هو واضح ان هو بيراهن على العناصر الشابه، يمكن كان في ناس اتكلمت عن بعض اللاعبين الكبار ان هم يعودوا تاني للمنتخب، ولكن هو الراجل انا احترمته جدا في النقطه دي ان هو بيعمل فريق للمستقبل، بيعمل فريق لكاس العالم 2026، عايز يبني فريق. فانا شايف ان فيتوريا انا متفائل جدا بيه، وشايف ان هو هيحط المنتخب على الطريق الصحيح بقى لعوده المره اخرى الانتصارات مع الكره الجميله اللي احنا كنا اتعودنا عليها طبعا في فتره الكابتن حسن شحاته. كلمتين دول قلناهم مع مديرين فنيين كتار جدا، وللاسف التجربه ما كانتش على المستوى، لكن نتمنى انه فيتوريا يقدم جديد، وشايف انه يقدر يقدم ده الحقيقه. راجل عنده كوره وضحت بشكل كبير زي ما قال بلال قبل كده مع المنتخب، وقبل كده السيفي بتاعه الحقيقه سيفي محترم جدا، وان كان مع انديه اكتر منه كمنتخبات. ميكالي حائز على برونزيه بس مع البرازيل طبعا. بالظبط انا شايف ازاي انا لسه كنت ليه؟ لسه النهارده كنت بتكلم في موضوع ميكالي، وهو مدرب كويس جدا، عمل جيل كويس في للبرازيل، عمل شكل تشكيله منتخبنا طبعا في ماتش النهارده وكنا عايزين ده نتابع النتيجه 0-0 لسه غالبا. حتى الان للاسف يعني يمكن بعيدا عن ميكالي وبعيدا عن التشكيل، في مشكله كبيره جدا بتواجه الكره المصريه في السنوات الاخيره، وهي ندره المواهب. يعني انا كنت النهارده بتكلم مع حد في موضوع يعني احد الاصدقاء. طب تعالى كده بس انا اقول لك حاجه، يعني نشوف الفرقه الاساسيه. حمزه علاء مش اساسي مع فرقته، احمد عيد مش بعد أساسي. الاعاره لا بس اعتقد بيلعب مع يعني في مباراه الزمالك نزل في الدقيقه 80. اوكي حسام عبد المجيد أساسي. يبقى اثنين مش اساسي واحد اساسي. محمد طارق مش اساسي، محمد اشرف مش اساسي، احمد نبيل كوكا مش اساسي، محمود جهاد ومحمد شحاته وابراهيم عادل ومصطفى سعد، يمكن مصطفى سعد بس وسام فيصل سموحه وسام فيصل مش اساسي مع البنك مش اساسي برده مع البنك لا. وابراهيم عادل مش اساسي برده لا للاسف. يعني ما انا بقول لحضرتك يعني هو الاختيارات هو الراجل مش في ايده حاجه، يمكن هو ما فيش حد برده من الجيل دوت قدر يحجز مكان اساسي في الفريق بتاعه او في النادي بتاعه، يمكن باستثناء زي ما قلنا مصطفى سعد ميسي هو الوحيد اللي بيتمكن من المشاركه مع سموحه بصفه اساسيه. بالظبط. اما باقي العناصر اللي بيشارك على فترات يعني زي احمد عيد حسام عبد المجيد برده بيلعب اساسي مع الزمالك. يا احمد نبيل كوكا شارك في مباراه القطن، خد شويه برده كويسين في الاخر يعني. فهو ده يمكن ده ما يخدمش الراجل شويه. انا شايف ان احنا بنلعب المباراه النهارده على ارضنا بمعسكرات اكتر، بتجمعات اكتر، بماتشات وديه اكتر. انا شايف ان هو لازم يبقى فيه خد بالك الهدف مش التاهل لافريقيا، الهدف الاولمبياد. بالظبط. وبعدين احنا هنروح اولمبياد، احنا السنه اللي فاتت نسخه طوكيو لما خرجنا من البرازيل في دور الثمانيه الناس كانت زعلانه. بالظبط. يعني انت مش بس رايح تلعب افريقيا ورايح توصل الاولمبياد، انت كمان عايز تعمل حاجه في الاولمبياد. هي احلام مشروعه، بس دايما يعني الاحلام تبقى مرتبطه بالواقع شويه. انا شايف ان على ارض الواقع الموضوع صعب، يعني احنا بنلعب على ارضنا النهارده، خاصه التطور الكبير للمنتخبات الافريقيه دي نقطه احنا غافلين عنها. المنتخبات الافريقيه ما بقاش في منتخبات صغيره خلاص، المواهب والهجره اللي احنا كنا اتكلمنا عنها هنا في حلقه من الحلقات. صحيح. اللي المواهب الصغيره في الدول الافريقيه بتطلع اوروبا وهم صغيرين، كل دوت غير خريطه الكره خالص في افريقيا تماما. ومصطفى اشرف اللي تم استبعاده صح؟
ولا مش موجود. مصطفى اشرف ده اللي بيلعب في بروسيا مونشنجلادباخ بالظبط، مش موجود اوريدي في قائمه المباراه. وده برضو من ضمن الملفات اللي انا حاسس ان احنا مقصرين فيها جدا، موضوع متابعه اللاعبين المحترفين الصغيرين خارج في اوروبا او في الدول. فيها انا حاسس ان احنا مقصرين جدا، مش فاتحينها اساسا. يعني شايف ان احنا بعاد فيها. احنا مش فاتحينها اساسا. انا شايف مش ان في يعني خالص يعني في احنا استعرضنا قبل يعني من حلقتين استعرضنا القائمه عدد الاعداد المحترفين في الدول، لا لقينا احنا جاب كبير جدا بيننا وبين دول زي نيجيريا والكاميرون والسنغال. ف احنا في ثلاثه من عندنا هنا يعني ثلاثه من منتخب السنغال اللي كانوا بيلعبوا لسه عندنا هنا طلعوا من هنا على ميتس فرنسا بالظبط. بالظبط. يعني احنا بقى عندنا العكس خالص، يعني احنا عندنا اللعيبه ديت ما بتشاركش مع انديتها اصلا في الدوري المصري. فعشان كده بقول لحضرتك الخريطه، ولو استمر الوضع بالمناسبه لو استمر الوضع على كده المنتخبات الناشئين في مصر هتروح في حته بعيده جدا جدا، لان يعني او هي راحت خلاص. يعني يمكن النهارده ده اخر امل للمنتخبات طبعا، للمنتخب طبعا. اتمنى لان هيبقى الموضوع كارثي يعني اكتر ما هو كارثي. مع الاخذ في الاعتبار ان يعني معظم الاسماء اللي انا قلتهم دول دلوقتي انا واستعرضتهم مع بليل، انا شايف ان هم لعيبه كره كويسه جد. ومبشره جدا بصراحه. تبني عليهم وتسوقهم وتشتغل عليهم ويبقى عندك منتخب كويس جدا، بس لازم يبقى في اساسيات اولها فرصه المشاركه. بالظبط. طيب عايز اروح معاك للكره في اوروبا، ومن النهارده كالعاده طبعا مجهزين لنا مجموعه ارقام لطيفه جدا واحصائيات. خليني ابدا معاك بالسوشيال ميديا، الباور بتاعت السوشيال ميديا وكيفيه استغلالها للترويج للمسابقه. تمام. كان عايزين يبقى عندنا مسابقه كويسه لازم ان احنا نسوق لها ونروج لها بشكل كويس جدا. حضراتكم شايفينه ده ارقام المتابعه على منصات السوشيال ميديا المختلفه للدوريات، ما بتكلمش على الانديه، بتكلم على الدوري، الدوري الاسباني، الدوري الانجليزي، الدوري الالماني، الدوري الايطالي، الدوري الفرنسي، وطبعا دي الالوان دي بتمثل المنصه نفسها سواء كانت فيسبوك او تويتر او تيك توك او انستغرام او يوتيوب او ويبو. فبالتالي طبعا في الصداره نستعرض بقى يعني يمكن بياتي في الصداره طبعا الليجا الاسبانيه بتاتي في الصداره، دي كانت مفاجاه بالنسبه لي بصراحة. يعني 167 مليون متابع على حسابات الليجا على مختلف وسائل التواصل. كانت مفاجاه مش ان هم يبقوا في الصداره، يعني ان هم يبقوا متقدمين في الموضوع ده، لكن كانت مفاجاه ان هم يتخطوا الدوري الانجليزي. هو يمكن عشان شعبيه برشلونه وريال مدريد على وسائل التواصل الاجتماعي طبعا هم الناديين الاكبر شعبيه على مستوى العالم باعتبارهم قطبي الكوره في العالم كله. فدول ممكن اللي مرجحين كفه الليجا شويه طبعا، مدين هو لمسابقه الليجا. يعني رغم انه المنافسه في الليجا مش بنفس قوه المنافسه في البريمير ليج، وعدد الفرق الكبيره اللي ليها قواعد جماهيريه وشعبيه كبيره جدا هم فرقتين، ممكن يبقى وراهم اتلتيكو مدريد شويه، فالنسيا مثلا، اشبيليا، سيبيا. يعني لكن في انجلترا انت بتتكلم على اليونايتد وعلى ارسنال وعلى ليفربول وعلى مانشستر سيتي وعلى تشيلسي، كلهم ليهم سبع او ثمان انديه ليهم قواعد. ده حتى يعني في التشامبيون شيب الدوري الدرجه الثانيه في انجلترا كامل العدد، يعني الموضوع الجمهور في انجلترا لا مختلف جدا. ولكن زي ما قلت حضرتك انا برجع الموضوع دوت لوجود برشلونه وريال مدريد طبعا في الليجا وشعبيتهم الكبيره جدا، يعني يمكن شعبيه برشلونه وريال مدريد هي الاعلى على مستوى العالم في كل ورا الدوري الاسباني، الدوري الانجليزي. الدوري الانجليزي وكان الفرق مش كبير قوي، بنتكلم 167 مليون متابع مثلاً. 166 مليون متابع، فبالتالي الفرق هم يعني الدوريين الاقوى على مستوى العالم طبعا. بياتي بعديهم بقى برقم كبير جدا، جاب كبير قوي 36 مليون بيتابعوا البوندز ليجا طبعا للدوري الالماني. بعد كده الدوري الايطالي، وده برضو رقم يعني غريب شويه بالنسبه لي، لان الدوري الايطالي انا بالنسبه لي بشوف ان هو واحد من يعني انا بالنسبه لي رقم ثلاثه، انا بالنسبه لي شخصيا انا الدوري الايطالي رقم ثلاثه بعد الليجا والبريمير ليج، بيجي المفروض يجي الدوري الايطالي. ولكن طبعا كان الاول في يوم الايام يعني بالظبط، انا بتكلم في كده ان هو كان في وقت من الاوقات السيريا يعني كانت ليها باع كبير جدا طبعا. يعني السنين الاخيره يمكن انعدام المنافسه شويه، شفنا هجره النجوم ما بقاش فيه بالظبط الدوري الايطالي ما بقاش زي الاول. ولكن طبعا نابولي السنه دي عامل حاله كبيره جدا، والميلان السيزون اللي فات كان في فتره من فترات انتر ميلان لما فاز بكل البطولات كان الدوري الايطالي وقتها، اعتقد ان الدوري الايطالي على الطريق يرجع مره ثانيه، ولكن الرقم بعيد جدا 25 مليون. الدوري الفرنسي طب خليني اخد معاك من الفكره دي، احنا فين من ده؟ يعني الفكر ده فكره انك تستغل النجوم، تستغل الشعبيه والجماهيريه الكبيره جدا، تستغل المحترفين اللي موجود عندك. بالتاكيد النهارده جمهور الكره في مصر حريص على متابعه المنصات التواصل الاجتماعي عشان محمد صلاح بالزبط. الجزائر عشان رياض محرز، مش عارف في ايطاليا مين عشان اوسيمين، وهكذا بالزبط. احنا فين الفكر ده؟
هو احنا لو جينا يعني شفنا الدوري المصري بالمناسبه يمكن طبعا بره الاحصائيه خالص على تقريبا 250 الف للاسف على صفحه الرابطه. يعني رقم طبعا بعيد جدا بعيد بالنسبه على فكره احنا عندنا هنا في مصر قوه السوشيال ميديا كبيره جدا والناس اللي بتستخدم السوشيال ميديا في مصر عدد يعني عدد كبير جدا، ولكن زي ما حضرتك قلت كده التخطيط ان انت ازاي تستغل مثلا زي ما بتيجي مثلا صفحه الدوري الانجليزي على الفيسبوك او على تويتر بتجيب محمد صلاح وبتصوره وبتنزل ليه، هي بتعمل كده ليه؟ صلاح قيمه كبيره جدا، ولكن هي بتكتسب شعبيه، عارفه ان المتابعين المصريين والمتابعين العرب هيدوروا على صلاح فهيروحوا، فبتعمل رواج كبير جدا وبتعمل حاله من الترافيك عالي قوي على كل المنصات السوشيال ميديا. احنا هنا لو جينا في مصر احنا عندنا مثلا محترف زي علي معلول قيمه كبيره جدا في تونس، عندنا في 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 انديه ثانيه محترفين مغاربه. بشكرك شكرا جزيلا ان وصلنا، الوقت بيجري معانا بسرعه جدا. بشكرك يا بلال كل الشكر، وهيكون لينا لقاءات ثانيه طبعا نتكلم فيها بالتاكيد طبعا، وعلى مدار الشهر الكريم هنكون موجودين معاكم بشكل يومي طبعا. الاهلي في رمضان نتابع ونغطي كل اخبار الاهلي ونستمتع بنجومه وسهرات رمضان. كل سنه وانتم طيبين مره ثانيه، واشكركم على المتابعه وتحياتي لكم.